أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أن الله جل وعلا لا يرضى الشفاعة عن المشرك، فهل يدخل في ذلك المشرك شركا أصغر؟ الشرك الأصغر اختلف العلماء في هل يعذب صاحبه أو هو قابل للمغفرة والشفاعة، على قولين، إنه لا بد يعذب، لكن لا يعذب تعذيب الشرك الأكبر ولا يخلد في النار، يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج من النار. والقول الثاني أنه يدخل تحت المشيئة والمغفرة، يغفر له بالشفاعة. نعم.